آه بس في زعلة، في زعلة. طيب تعالوا نشوف، شوف ايه ده بقى اللي بيحصل هنا ده. انا لسه قلت حاجة يا ميدو، ايه اللي كلامك صح؟ انا لسه قلت حاجة، لسه هقول اهو. انا ما قلتش حاجة عن الشعر، انا سايبه لكم الموضوع براحتكم بقى عشان هنختار حد من الشعر النهاردة ونقرا له قراية خاصة في اللايف. يلا اكتر حد هيعمل شعر هنعمل له قراية خاصة. ليه متبهدلين؟ هو انتوا انا شايفة بهدلة اهي اهي اهي. دي العصيان، دي هموم، اعباء، مسؤوليات، عقبات، مشاكل، كل العصيان دي رمز لكل الحاجات اللي انا قلتها دي. الشيلة تقيلة يا ميزان، عندك مسؤوليات كتير قوي مش ملاحق. على الاغلب دي مسؤوليات في العمل، العمل للناس اللي بتشتغل، مسؤوليات لستات البيوت طبعا، مسؤوليتهم كبيرة وشغلهم كتير جدا، اذا ما كانش يوازي فهو يزيد شغل الراجل بره. وانا اعترف، الناس اللي بتشتغل تقريبا عايز تروح شغل تاني، تعبت خلاص، شايفة ان ارهاق شديد جدا جدا بمقابل مش مرضي، يعني هما مش حاسين ان مجهودهم على قد المقابل اللي بياخدوه، فعايزين عمل جديد وشكل فيه عمل جديد فعلا. اسعوا بس، انتوا اسعوا وان شاء الله في عمل جديد. او هتعملوا عملية مثلا، تاخدوا تدريب في حاجة بحيث ان تغيروا المكان بتاعكم، المسؤوليات تقل عليكم شوية. اطلبوا المساعدة يا ميزان، الشيلة تقيلة انتوا مش عارفين تشيلوها فعلا، زي ما انتوا شايفين مش عارف يرفع العصيان من على الارض، دي شيلة اكبر منكم. حاولوا انه تخففوا الاعباء شوية عن نفسكم علشان تعرفوا تكملوا. شايفة قدامي The Lovers، مش هرفع الكارت ده لان عريانين مش عايزين مشاكل. The Lovers، الحب، في ارتباط، لا الحمد لله رجع، ارتباط بالشريك او في حالة اختيار، الميزان بيختار شريك. اوكي، بس شكل الاختيار ده يعني هي حاجة شكلها في اولها كده بس مش هتكمل، ده للناس اللي بتعرفوا، الناس اللي لسه في مرحلة التعارف. ليه؟ شايفة بعد، مش هيعجبك اللي انت هتشوفه فهتمشي. لا شكرا، ميرسي جدا. ممكن يكون البعد ده للناس المرتبطين بالفعل، يعني مش لازم يكونوا في اول تعارفهم. انا حسيت بطاقه الكارت ان هو تعارف من اوله، بس برضو ممكن تنطبق على الناس اللي اوريدي في علاقه، شايفه حد بيدور ظهره وماشي. لكن البعد ده قرار صائب، انت لازم تعمل كده. ليه؟ حاجه من الاثنين، يا اما العلاقه دي بتضرك فهو احسن لك ان انت تبعد عنها، او الشريك محتاج يخاف ويحس بقيمه بعدك فيبتدي يقدرك اكتر. والله اعلم. ده هرمت، انت حابب تنسحب وانسحب وقاعد بتفكر لوحدك. الحكيم ده شخص بيحب يفكر لوحده، ما بيحبش يسمع نصايح حد، بيسمع من هنا بس ما بيستجبش، بينفذ اللي في دماغه فقط. حابب تفكر، انت زعلان من حاجة معينة منغمس جوه ذاتك يا ميزان، وقاعد مستني تشوف الطرف التاني هيعمل ايه، وافتكر الطرف التاني هيجي لك جري. بصوا اهو، انا اسف، حقك عليا. اوكي، يا رب يمشي الموضوع زي ما انا شايفاه كده. شايفة قدامي كمان نجاح، The World، انت شغال على حاجة، انت بتعمل حاجة، او انت بتعملي حاجة، حتى لو في البيت، ست البيت، الراجل اللي بيشتغل، المهام اللي عندك الشهر ده هتكملها على اكمل وجه، اكتمال دائرة، full circle. حاسس بفخر بنفسك؟ اي نعم، احنا ما بنديش لنفسنا الكريدت ده، لازم نسمعه من حد، فانا هو بسمعهولك. الشقاء اللي انت فيه ده نهايته او المردود بتاعه نجاح 100%، انت عامل حاجه ما تخرش الميه. الست اللي قاعده في البيت بتراعي بيتها واولادها، انت عامله شغل 100%، 100%. تخلي بنفسك وحطي ثقه في نفسك، وانت فعلا بتعملي حاجه معجزه، انت بتعملي معجزه كل يوم. بالنسبه للعمل، اللي بيشتغل برده في العمل ومطحون بالشكل ده،
انت بتعمل معجزه كل يوم. برافو عليكم، وحسوا بالفخر وقيمه اللي انتوا بتعملوه. ما تستنوش ان حد يقدركم ويديكم التقدير ده من بره، ادوه لنفسكم. في حاله في اساس لشيء، انت حاطط حاجه، ناوي تعمل حاجه كده وحاطط لها اساس. الاساس ده ممكن يكون افكار، ممكن يكون خطوات بالفعل، ممكن الحاجه دي تكون اي حاجه. ممكن تكون مثلا قررت انك انت مثلا هتصلي كل يوم، قررت انت هتصوم اثنين وخميس، قررت انت هتطلع حاجه لله، قررت انك انت هتبتدي شغل جديد، قررت انك انت هتتعامل مع اهل بيتك بشكل احسن. في حاجه انت حاطط اساسها بس لسه عايزه شغل، بس الفكره في دماغك. اللي انت هتعمله ده هيضيف ليك توازن حلو جدا لحياتك يا ميزان. انت اوريدي شوف طلع لك الميزان وانت ميزان، هيزيد التوازن عندك. صوره حلوه جدا زي ما انتم شايفين، شمس طالعه وبحيره وحاجه في منتهى الجمال، يعني انت فعلا عايز الكمال. في ارتباط واضح، الميزان في حاله حب وفي حاله ارتباط، لكن واضح ان في بعد او في فراق بيحصل، وانت حابب ان انت تنسحب شويه وتفكر لوحدك، وده قرار صائب يا ميزان. الشريك هيحس بالغلط بتاعه، هيبتدي يقرب وهيبتدي تمام. الشريك لما هيشوفك انت بتبعت وبتديله ظهرك وابتديت تفكر وتقيم العلاقه، هيحس بغلطه، هيجي ويقدم اعتذار وهيبتدي يصالحك ويرجعك ليه تاني. شيلتك تقيله جدا يا ميزان، الارهاق واضح واضح واضح، مفيش يعني انت فعلا مش قادر خلاص، الاعباء زادت عليك جدا. حاول تساعد نفسك شويه، شكلك هتدور على عمل جديد وباذن الله هتلاقي عمل جديد. حاطط الاساس لشيء كويس جدا جدا. باظ التاني، اللي بيقول لي انت مشركه بالله ده يعني استغفر ربنا والله يسامحك بس كده. حاطط اساس لحاجه وان شاء الله الحاجه دي هتضيف لك توازن كويس جدا عندك يا ميزان. قرايتك حلوه قوي قوي قوي. تعالوا نشوف بقى حالته العاطفيه اخبارها ايه. اوكي الصوره راحت. طب يا جماعه معلش، هو الانترنت بس حصل فيه حاجه، ممكن تخرجوا وتدخلوا تاني؟ للصوره عندي مش كويسه، لان انا شايفاه كويس والناس بتكتب كومنتس، واصله لي كومنتس عادي خالص. ها يا دينا ربنا يخليكي، ما انا سبتيني منه. بس لازم برضه اقول له حاجه، لازم يعرف ان اللي قاله ده حرام، هو اخد ذنب مش انا. ان حد شخصي لي في حياتي، ممكن اعرف مين وازاي اعرف؟ احمد اللي انت بتتكلم عنه ده مش طارو خالص، ما اقدرش اقول لك مين وازاي. الطارو حاجه فيها اجمال، يعني فيها حاجات تتكلم ان جنرال اكتر. زي ما انتوا عارفين الطارو ما بيقديش وقت، الناس بتسالني امتى، ما اعرفش، ما بيديش وقت، ما بيديش اشخاص، ولا حتى نقدر اوصفهم لك، حتى بتبقى حاجه جنرال جدا. الميزان كلامك صح، بشكرك يا ريان، واضحه وبشكرك يا هويده قوي يا حبيبتي يا بنيت، ده انت لقمرين. كل الابراج اتقالت يا جماعه، هتتعاد ان شاء الله ابتداء من ديسمبر. فاضل لنا برج واحد بس وهو برج العقرب، ان شاء الله هنقوله بكره او بعده بالكتير. في حقيقي فعلا حصل معايا ودورت على شغل كتير. طيب يا رو استمري استمري، دوري او حاولي تاخدي حاجه تمرين في حاجه، بحيث انك انت تترقي مثلا، تبتدي الشغل المتكاتل عليكي ده يبتدي يقل شويه. حبيبتي يا كريس يا روحي، بشكرك بشكرك احمد حسن جدا. اوكي انت عارفه ربنا يخليكي يا دينا، فانا والله يكلمك صح. طب بتعيطي ليه يا نورهان؟ ده قرايتكوا حلوه قوي. اما ازيك يا اما؟ انا كمان دي صديقتي، ازيك يا روح قلبي، بوسه طبعا ليكي. بشكرك يا دعاء قوي قوي قوي. احكي لك عن الحوت روان، انا حكيت عن الحوت الشهر ده. حبيبتي يا ولاء بشكرك قوي. اتكلمت عن الحوت، الفيديو مسجل موجود في الصفحه، ادخلي شوفيه، كانت قرايه برضو متميزه جدا بتاعت الحب. طيب يلا نشوف الحاله العاطفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي
ميزان عاطفي شوية على فكرة، الميزان عاطفي. الله يا سيدي، حلوة قوي قوي قوي. طيب الميزان كوين اوف كابس، اوكي، ابتدى يقيم العلاقة بعقله، ده منحي العاطفة خالص، او حاسس انه مش وقتها دلوقتي ان هو يقيم العلاقة بعواطف خالص، منحي العواطف وبيفكر بعقله وقاعد واخد حذره جدا جدا. نفسه العلاقة تكون بالقوة والصلابة اللي هو رسمها او متخيلها، بس عايز اطمنك يا ميزان، العلاقة فعلا قوية، ممكن تكون بتمر بمرحلة فيها شوية تغيير او اي حاجة من الحاجات دي، لكن هي فعلا قوية. شايف شريكك ازاي؟ انا شايفة ان هو يمكن سلبي شوية، يعني قاعد ما بيعملش حاجة، انت اللي بتعمل كل حاجة، شايف ان انت شايل مسؤولية اكتر منه، انت بتدي اكتر منه، وهو مش عايز اسميها سلبية، بس عايزة اقول انه مش مدي نفس الحاجة، مش مدي لك الميزان، ميزانك مش مظبوط، وانت كل حاجة عندك بميزان، الميزان عندك مبوظه لك، مش مدي لك اللي انت محتاجه. في بقى هو عايز ايه؟ شريكك عايز ايه؟ هو شريكك شكله مش عارف يعمل لك ايه، يعني هو باصص على كرة كده واعمل له ايه، انا مش عارف اعمل له ايه، هو مش فاهم. نفسه يهديك ويروضك، يعني مش يروضك، بصوا اهدى يا حبيبي اهدى، انا كويس والله، انا معاك، انا بس مش عارف اعمل لك، ادي لك اللي انت عايزه، بس انا بحبك انا ومش عايز ابعد عنك، ونفسي اعمل لك كل اللي انت عايزه، بس فهمني اعمل ايه. تمام، شايفك بتتغير، بتتحول، بص اهو بتتغير خالص عليه، متغير عليه. والله يا ميزان شايفه انه ملوش داعي خالص، الطاقه ما بينكم، بصوا الجمال، انا شديت كارتين عشان اتاكد، بصوا الكارت الاصفر منور ازاي، وده بيدل على الفرص، انتوا علاقتكم مليانه فرص، يعني كل ما تحصل بينكم مشكله بتدوا بعض فرص، والحياه بتديكوا فرص، وكمان معافاه، معافاه وصحوه، لو كانت العلاقه دخلت في حاله ركود مثلا، ابتديتوا مثلا تملوا، وده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل العلاقات كل يوم وفي كل حته، ففي معافاه، في صحوه كده هتحصل ان شاء الله. بصوا بقى اللي بياكد، لان الكارت كمان اكد لي المعلومه دي، اول حاجه هنا في عطاء، بقى هنبتدي ندي شويه في عطاء، افتكر العطاء ده هيبتدي يبان للشريك لو قراءه المجموع الحاله العامه انطبقت فعلا، وانت اديت لشريكك ظهره، هيبتدي هو يجري وراك، ويبتدي هو يصالحك، هيبتدي يقدم حاجات اهو، بصوا هيبتدي يدي لك حاجات، ميرسي يا عمر جدا. وهنا حب، مشاعر جديدة هتبتدي تدخل جواك، وافتكر انت هتستجيب يا ميزان بسرعة جدا للتغير ده وللمبادرة اللي هيعملها شريكك، وهتبقى فرحان بيها جدا، وزي ما تقولوا حبكم هيتولد من جديد، كأنكم بتشوفوا بعض لأول مرة وبتحبوا بعض لأول مرة، وحاجة في منتهى الجمال. الناس اللي مستنيين أطفال، ده كمان كارت الأطفال، ممكن إن شاء الله يحصل حمل الشهر ده، وهيدي تاني، وهيفضل هيستمر الشريك في ان هو يدي لك اكتر، وانت كمان تقريبا انت كمان هتدي له انت كمان، وعلاقتكم زي ما قلت لكم استلفني ايه يا ابني، انا عايزه استلف ولا عايزه حاجه، ابعد عني. فيها فرص كتير كتير، مليانه فرص، العلاقه حلوه قوي يا ميزان، والصراحه شريك الميزان لازم يكون يعني يحس ان هو محظوظ، قد ايه محظوظ ان هو مع ميزان. الصوره فيها حاجه فعلا ولا كده ظبطت؟ اه ده هي الكاميرا ما كانتش نظيفه بس. اوكي الكومنتات راحت فين؟ الكومنتات راحت فين؟ حد يكتب كومنت كده يا جماعه.
طيب ارجع ارجع تاني. اوكي الكومنتات واقفه، حد يكتب كومنت كده. هو الانترنت شغال كويس اهو، امال ايه اللي حصل؟ طب انا هكمل قرايه ان شاء الله هي هترجع لوحدها. سوري يا جماعه مش شايفه كومنتاتكم خالص. ولاء او راشد حد بليز يقول لي الصوره حلوه وكله تمام. طب انا مش شايفه كومنتات ليا يا لولو، مش شايفه كومنتس، مش شايفه كومنتس خالص. ثواني كده انا هكتب اي حاجه. ايوه رجع تاني. اوكي تمام، تعال بقى نشوف المجموعه الثانيه. ويلا ولاء او راشد تسلمي لي يا عبير، كومنتيني. طب كويس جدا يا مسعد، الله يسلمك يا والله يسلمك يا هبهب، تسلمي لي حبيبتي، بشكرك يا امل قوي. فيكي يا حبيبي الجواز اللي ما عنده حظ حاتم؟ لا والله ما تقولش كده، لا ما تقولش كده والله، لا الجوزاء مش من الابراج المنحوسه خالص خالص، بالعكس. ايوه يا كاميليا قولي لي حبيبتي، خلاص ظهرت يا راشد، قولي كلام مظبوط. كويس قوي يا نورهان، الحمد لله. طيب اختاروا لنا بقى يا جماعه مين اللي هيقرا، هقرا له قرايه خاصه النهارده. صح جدا جدا على فكره يا مادونا، ميرسي جدا، وكله تمام يا حبيبتي، الحمد لله امان يا رب دايما يا رب، دايمك صحه وعسوله قوي. بشكرك قوي يا محمد، ميرسي 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 مي ميرسي. طيب المجموعه الثانيه بقى من 1 لحد 10 اكتوبر. تسلمي لي يا مريم ويحفظك ويسعدك يا رب، انت كمان كلام صح جدا، بشكرك يا ماهي. ما كسرتي كفتي وفيكي يا حبيبتي يا ماريا، ميرسي يا روح قلبي، بشكرك قوي قوي قوي. طب حلو قوي، تعالي نشوف بقى هنا بيحصل ايه للمجموعه الثانيه. ايوه اوكي. عايزه اقول لكم بس على حاجه كده وانا بحط الورق، في واحده يعني من ألذ الناس اللي اتعرفت عليها من خلال القرايات بتاعتي، حابه تهديني بحاجه، هتجيب لي كروت تارو جديده يا جماعه، انا مش مصدقه نفسي، انا مبسوطه جدا. وكل ده انا اللي مختاراها المره دي، لان امجد اللي جابهم لي زي ما قلت